مراسلنا رماد المطعني ينضم إلينا من القاهرة. رمضان، مساء الخير، آخر التطورات من عندك لو سمحت. مساء الخير ميسون. بالفعل هي يوم دام في مصر. استهدف كنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا بالمحافظة الغربية، والتي يعني ثبت يعني ارتفع عدد القتلى فيها إلى 35 قتيلا وأكثر من 60 جريحا حتى هذه اللحظة، وموزعون على مستشفيات عدة تابعة للقوات المسلحة المصرية. أيضا نداءات من جانب وزارة الصحة المصرية للمواطنين بالتبرع بأكياس للدم لإسعاف بعض الضحايا. التفجير الثاني الذي استهدف مدينة الإسكندرية التي تبعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة المصرية القاهرة، أيضا الانفجار بحسب الفيديوهات التي بثت من إحدى الكاميرات الثابتة للمراقبة بأن الانتحاري حاول تجاوز البوابة الإلكترونية وتم مراجعته من قوات الشرطة، وحال دخوله للمرة الثانية بعد التراجع الأول قام بفك الحزام الناسف في قوات الأمن في البوابة الخارجية، ما أدى إلى يعني ارتفاع عدد القتلى حتى هذه اللحظة إلى 21 قتيلا وأكثر من 41 جريحا على إثر. أيضا كان هناك في مدينة طنطا مسجد السيد البدوي، أحد المساجد الكبيرة، من جراء يعني التمشيط لقوات الشرطة المصرية تم العثور على عبوتين ناسفتين بجوار في محيط المسجد، تم التعامل معهما وتم تفكيك العبوتين وتم إخلاء جميع المنطقة في التي تحيط بالمسجد وإغلاق المحال التجارية تحسبا لأي عبوات مزروعة أخرى. نعم، هذه الإجراءات لم تكن فقط في الإسكندرية وفي طنطا، ولكن أيضا في العاصمة المصرية القاهرة هناك تجديدات أمنية على كافة الكنائس والهيئات والمؤسسات الحكومية والمصرية وانتشار مكثف من جانب قوات الشرطة. وأيضا القرار الذي نتج عن الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الوطني، تم يعني تزويد قوات الشرطة ببعض الكتائب الخاصة بالتأمين للمعاونة في تأمين العاصمة وكافة المقرات المهمة. صحيح، كل المنشآت الحيوية واستنفار أمني. إذن شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، مراسلنا رمضان المطعني من القاهرة.